لدى الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية، وهي الحواجز تزال والسوادر تزال بإذن الله تعالى. حواجز ما أثبتها بإذن الله، كلها واحد. شو في الأخبار اليوم؟ خرج المدنيين بالآلاف في الغوطة الشرقية لكي يرفعوا صوت الحق ويتظاهروا ضد الفصائل العسكرية ويقولوا لهم أن مركبنا واحد، فإذا غرقنا سنغرق جميعنا، لستم أنتم ولستم أنتم، وهناك مطالب يجب أن تتحقق. بدنا نحن نحارب ضد النظام وضد بعضنا البعض. ايه من الحواجز هي سروة، يعني شغلة كبيرة كتير، والحمد لله الله يثبتنا وننتصر على النظام ونخلص منه. ومنصورين بإذن الله. بإذن الله منصورين.